توسل بالإمام أبا جعفر فحقي أن يفرج عنا يا الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها المعقود ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا بكره بسوي عمليه ندعو لها ان شاء الله. الله حكى بعد يا اخي بسم الله.